الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى، وقدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، أحبابي في الله، قد استمعنا لهذا الكم الآيات التي تليت من سورة يونس، والتي تطرح لنا قضية هي أخطر قضية في حياتنا. فرب العباد جبل العباد جميعا على البحث عن الحق، أو بلغة العصر عن الحقيقة. فأين الحق في كل ما يدور في هذا الخلق؟ النفوس جبلت على هذا، ورب العباد كفى العباد، لكنهم ضلوا الطريق مع كفايته. فمن أول لحظة أذن الله فيها بنزول آدم الأرض وعده بهذا، قال اهبطا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل، أي لا يبعد عن الحق ولا يشقى. فضمن لنا أخطر قضيتين: ألا نضل عن الحق، وألا نشقى بكل ما أراد خالق الخلق. فضمن لوحيه أخطر قضيتي: كل النفوس جبلت على طلب الحق، كل النفوس جبلت على دفع الشقاء ودلب السعادة. الآية جمعت القضيتي: فلا يضل، أي عن الحق ولا يشقى. قضية الحق، الآية الحقيقة من أول ما تلا حتى ختم مدارها حول هذه القضية. الحق لا شك أنه غاية يسعى لها كل عاقل. فأين الحق؟ هل نصل إليه ببحثنا؟ هل إمكانيات البشر تسعفهم في الوصول لكل الحقائق التي يريدون الوصول إليها؟ لابد أن ندرك أن أعمارنا محدودة ولا مفتوحة؟ يقين محدود. كم عمرك يا مسكين؟ ستون عاما؟ 70 عام؟ البشر اصطلحت على أن عمر العطاء عند البشر 60، لذا بعد 60 بيروحوه يعطوه خاتم مكتوب عليه ما عاش عدى، يعني وصل معنا؟ كنا بناخد طبعا ما تزال نخد كبر السن، أنا معكم منذ سنين، فما عاش يعني انتهى وقت عطائي. هذا العمر 60 عاما، وده متوسط عمر الأمة كما جاء الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70، وقليل من يتجاوز. الله يرحمه شيخنا الشيخ الألباني كان يروي الحديث ويقول: وأنا من القليل ممن تجاوز 70، وأنا من القليل، نحن دخلنا فوق 70. طبعا ملحوظة، 70 اللي جاء في الحديث هجري، احنا بنحسب الميلاد. وصلت، احنا عدينا بالهجري 70. ندرك هذا العمر، ما حظنا منه؟ ربعه طفل بلا تكليف. أم منكم من ولد بالغ بجنبات؟
خمسة عشر عام، ربع ستين، طفل بلا تكليف قبل البلوغ. كم بقي من ستين؟ 45. ثلثها نوم بلا تكليف. أم منكم من لا تأخذه سنة ولا نوم؟ كلها نام في 24 ساعة 8 ساعات، يعني ثلث الأيام نوم، يعني ثلث 45 عام نوم، 15 عام. كم بقي لنا من عمرنا اللي فيه العمل؟ 30 عاما. ها، كم منها لدراستك، كم منها لزوجتك، لأولادك، لتجارتك، لزراعتك، لعملك، لكسبك، لسعيك، لطريقك، لرحلتك، لمتعتك، كم منها البحث عن حق؟ احسبوها. الوقت الكافي أو الباقي عندنا للبحث عن حق كم يساوي في عمرك؟ شيء لا يذكر. هل هذا يكفي للوصول لكل ما أردنا الوصول إليه من حقائق؟ ثانيا، ليس فقط انعدام الوقت أو قلة الوقت، الطاقات، القوى التي أعطيناها للبحث، بما نبحث، بسمعنا، ببصرنا، بخيالنا، كل هذه القوى أعطاها الله لنا نبحث بها عن حق. ما أعطاها لنتعطل، لكن أعطاها لنتعب. ما منا واحد خرج وفي قلبه الحقائق جاهزة من بطن أمه، مش كده اللي يقول تعالى لا إله إلا الله، وهو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ما في واحد فينا ولد عالم، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، آلة البحث. وضحت؟ طيب، ما مدى سمعنا؟ ما مدى بصرنا؟ ما مدى فكرنا وخيالنا؟ كله محدود. يا ترى كم كيلو متر ترى؟ تراها عينك؟ 5-6 كيلو؟ هل ملك الله يقاس بال5-6 كيلو دول؟ بعد 5-6 كيلو ترى؟ طيب، هذا حد زمان، مكان لعينك. في حد زمان كمان، في شبابك تلاقي نظرك 6-6 شهر، تتجاوز 40 تتحول من قوة للضعف، فتجد نفسك محتاج نظارة، وكل 6 أشهر تغير عدسات لأن النظر بيضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيئا، شئت أم أبيت تضعف، ونظرك يضعف، وسمعك يضعف، وخالك يضعف. وصل المعنى؟ إنسان بهذه القوة المحدودة كيف يصل الحق؟ طيب، بصرك ماذا يرى؟ من كل ما يمر على بصرك هل هناك شيء ترى ما في باطنه، ولا كل رؤانا حصلت في بعض الظواهر؟ ها، يعني أنا الأم أمامكم، ماذا تروا مني؟ جزء من ظاهري. من الجالسين أمامي الآن يرى ظهري؟ ولا واحد. من منكم يرى الدم يجري في عروقي؟ من منكم يرى كيف ينبض الآن قلبي؟ من منكم يرى الآن فيما يفكر مخي؟ سلامات. لذا بين تعالى أن علوم البشرية مهما عظمت ففي بعض ظواهر الدنيا انحصرت. لذا يقول تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ثم أثبت بعد نفي العلم، أثبت لهم العلم، قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، من تبعضي، أي بعض ظواهر الحياة الدنيا، بعض الظواهر. الحقائق من يدركها؟ هل الظواهر هي حقائق؟ ولا علمنا بها مهما على ما تجاوز الظنون، ما تجاوز الظنون. ورب العباد في الآيات يقول إن الظن
لا يغني من الحق شيئا ابدا. عمر الظن مصدر حقيقه، وعلومنا جلها حصل في الظن، ان يتبعون الا الظن، وان الظن لا يغني من الحق شيئا. ولذلك رب العباد ضرب لنا مثلا في القران وفي انفسكم افلا تبصرون. كلنا نعقل ونوقن أن لنا روح، وخلقنا من طين ونفخ من روح، ومنذ ولدتنا أمهاتنا بل آباؤنا بل أجدادنا من آدم ليومنا هذا الكل يبحث عن الروح. هل وصل بشر للروح؟ الذي لا يعرف روحه يبقى وصل للحقيقة؟ خلي بالكم صح معي. يقول تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من ربي من ألفها ليائها أخبارها كلها حولها كلها لا أمل له. فمن يأتينا بالحقائق الخاصة بها غيره؟ أدي واحد. طيب بما نعقل الأمور اللي نراها أو نسمعها أو نتخيلها؟ بالعقل. طيب سؤال، العقل عضو ولا صفة؟ ها شفت اختلفت ازاي؟ طيب طب اين العقل؟ اين العقل؟ البشريه مختلفه الان، واحنا اوشكنا على خمس ساعه من ادم لهم الناس هذه مختلفين. يا ترى عقلنا في راسنا ولا في صدورنا؟ ها ضربنا امثلة. عقلك في راسك تعرف خلاصك، سلامات. عقلك في راسك. الذي لا يعي اين عقله يبقى عاقل؟ هو مش عارف عقله فيه، كيف يستفيد به ولا يعرفه ولا يعرف مكانه ولا يعرف كيف يوجهه؟ كارثة في انفسنا، في انفسنا. وقس على هذا فيما حولنا، أعظم الخلائق التي تنها على الأرض أضخمها إيه؟ الجبال. في أضخم الجبال؟ على أي نحو تراها العيون؟ ثابتا جامدا شامخة، أليس كذلك؟ العزيز العليم يحكي لنا غير هذا، أن حقيقتها غير ما نرى. فيقول وترى الجبال، أثبت الرؤية، وترى الجبال تحسبها، وفي قراءة تحسبها جامدة، حسب وظن وقال أخوات كل أفعال شك، تحسبها أي تظنها جامدة وهي تمر مر السحاب. هل منا واحد رآها تمر مر السحاب؟ ها حد شافها؟ ده أضخم مخلوق على الأرض، ما علمنا به؟ أنها جبال أوتاد ثابتة شامخة، حد رأى تحرك؟ طيب الكرة الأرضية بتدور، حتى هذه اختلفنا فيها للآن، بعض علمك لا لا الأرض ثابتة ما بتدورش، وأبحث عن مبررات وفريق يقول لك لا بتدور. طيب إن كانت تدور الجبال ثابتة ولا بتدور؟ على فكرة القضايا دي ما زالت للآن فيها نزاع بين علماء العصر، مع أن السلف حسموه. يعني شيخ الإسلام تيمية قال عبارة، قال لو لم تكن الكرة أرضية كرة لكانت الأرض بأسرها إن برزت الشمس في المشرق أنارت الأرض من المشرق للمغرب. لو كانت أرض مبسطة لحظة بدو الشمس هتنور الأرض كلها. الشمس اللي بتطلع بتنور فين؟ انت عايشين في كندا، هو بين أول كندا وآخر كندا فروق 4 ساعات، 4 ساعات داخل مكان واحد. من أين أتى الفارق؟ جزء نهار جزء ليل.
أربع ساعات فارق، أليس كذلك؟ يعني أنا دخل عند الليل العشاء في أماكن لسه طالع في مسألة المغرب، الشمس لم تغيب ولم يصل المغرب. لما تلف على الكرة الأرضية هتدري الآن، الآن في ناس بتصلي الفجر في مشرق الأرض، وأنت بتركب الطائرة وبيجيب لك مساحة الظلام والنور على الأرض، تلاقي الأرض كلها ظلام والجزء اللي أمام عين الشمس فقط اللي منور نار، تشعر كشاف رباني أنار الأرض فقط. ليه؟ لأن الأرض أصلا في كون كله مظلم، كل الكون مظلم، وربنا بس من علينا بقرص الشمس كشاف ينور لنا جزء بعدين يمشي. كل هذا من الأدلة القائمة على أن الأرض كروية تدور. طب أرض تدور بسرعة رهيبة جدا والجبال عليها ثابتة ولا تدور بدورانها؟ لذا قلت تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، تدور بسرعة تفوق السحاب. من منا رآها على هذه الحقيقة؟ وقس على هذا. لذا بيّنت الآيات أن قضية الحق والباطل، حق والضلال، لابد أن تكون في منتهى الوضوح عند الإنسان. والآيات تدفعنا لهذا دفعا. قل من يرزق، لا تبدأ بها شيخ، قل من يرزقكم من السماء والأرض، قضية الرزق، في أحد غير الله يرزق؟ في حد زعم إنه هو خالق الأرزاق، خالق القمح والفاكهة والشعير؟ حد ادعى هذا؟ طيب اللي يدعى هذا بسيط، يورينا زي يخلق شعيرة بس. رب العباد لما تحدانا تحدانا مع ضعف الخلق، بلاش شعيرة دي مركبها تركيب صعب جدا. لا لا، قال فليخلق زبد، يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، كل قوى الأرض، القادة والساسة والعلماء والمفكرين، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يعني لو جمعنا كل علماء الأرض من الصين لأمريكا للشمال للجنوب مع الساسة والسادة ومع كل الإمكانات البشرية، نستطيع أن نقبل التحدي ونخلق ذبابة واحدة؟ واحدة بس. كم ذبابة في الأرض؟ مليارات. رب العباد تحدانا بواحدة، ذبابة؟ ذبابة؟ أيوة ذبابة. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. تحدانا بهم أضعف الذبابة. الذبابة أنت شايفها دي ضعيفة وبتهشها، دي ربنا مديها قوة عجيبة جدا، تغتصب منك طعامك. السل الأخذ بالقوة. لذا قال وإن يسلبهم الذباب شيئا، لو غزت عليك بهجوم سريع وأخذت أكلك تستطيع تخلصه؟ حد يعرف خلصه؟ يطلع واحد أهطل يقول لك أخلصه، هضربها وأخذ منها الطعام. طب راجل خلصه بقى. سلامات. ورب العباد يتحدنا بشيء نملكه، ويعلم أننا طاقة لنا على هذا. وذلك العلماء حاروا، قال لماذا تحدنا بمأخذ الذباب؟ بحثوا زهلوا. الذبابة ليس لها معدة كالإنسان، داخل المعدة في غدد بتفرش عصارات تذيب الحجارة. أنت نفسك بعد ما تأكل الأكل، العصارات لما يضخها المعدة عليه تتحول شيء آخر. لا قدر الله وربنا قدر أنك أنت استقأت مرة، هتشوف إيه اللي يخرج. القئ ده عبارة عن أكل أكلته، تفاح ولا موز ولا عنب، يتحول لإيه؟ مع العصارات. الذبابة ليس لها معدة، جعل الله كل الغدد الهاضمة على جسم الخارجي، لو حطت على أي طعام لك سكر أو غيره في جزء على ألف جزء من الثانية تكون قد فرزت كل عصارات وأحالت السكر اللي أمامها ده لمادة جديدة سائلة. لو اجتمع كل أهل الأرض ليعيدها سكر يستحيل. وصلت؟
إذا قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب المطلوب. رحم السلف الإمام جعفر الصادق داخل مرة على أبو جعفر المنصور، أبو جعفر المنصور خليفة المسلمين وحاكم دولة لا تغيب الشمس عنها، فجالس أبو جعفر المنصور على كرسيه عشان يستقبل ضيوفه، فلابس لبس ملوك، لبس الخليفة أقوى دولة على الأرض، فبيظبط التاج على رأسه وظبط جسمه، فكلما ظبط ثيابه عشان يستقبل ضيوفه بالهيبة والوقار جاء الذبابة حطت على وجهه يهشها تلخبط له كل الهدوم، يرجع يظبطها تاني يجيله تاني، عمال يعافر مع الذبابة وجعفر صادق داخل، فاستحيا اللي يحكم دولة في العالم يهابها كل أهل الأرض ذبابة تتعبه، فوجه السؤال لجعفر الصادق قال يا جعفر لما خلق الله الذباب؟ العلماء إجابتهم حاضرة، قال ليزل به الملوك ليزل به الملوك، تحدانا بالذباب. ندرك من يخلق هذا الخلق، قل من يرزق هذا الخلق، كيف يرزق؟ قل هل من شركائكم، نص الآية قل ما يرزقكم من السماء والأرض، أما يملك السمع والأبصار، من يتحكم في بصرك وسلامتك، من يتحكم في سمعك وسلامتك، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، الضد من الضد، أي والله، ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله؟ ها؟ قل ما يرزقكم من السماء والأرض، أما يملك السماء والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، من يدبر أمر خلق كله، من يعلم حقائق التدبير غيره، فمن أين يأتي الحق، أمن عند أحد غيره؟ حقائق الأشياء من يعرفها سواه؟ من يعلم سرها سواه؟ من يعلم حقيقتها سواه؟ فكيف تظن أن هناك لأحد سبيل للحق بعيدا عن طريق الحق سبحانه وتعالى؟ لذا لخص الله القضية في كلمتين، قال وقول الحق كامل الحق كل الحق من ربكم، من ربكم، ولفي حق يتم عند غيره. هنا يقول ومن يدبر الأرض فسيقول الله، قل أفلا تتقون، فذلكم الله ربكم الحق، هو الحق، ولا يأتي الحق إلا من هو الحق، ومن أسمائه الحق، فكيف نظن أن لنا سبيل للحق غير سبيله؟ فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إن عشتم بغير الحق الذي يأتي من عند الله يبقى عشان في إيه؟ يبقى الحق لا يأتي إلا منه، وقد جاءنا في كتابه، كل من عاش في غير كتابه عاش في إيه؟ في حقائق ولا في ضلال؟ وصلت؟ لذا تأتي الآن تفصل الضلوع، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأنا تصرفون، أنا لها ثلاث معاني، أين ومن أين وكيف، هتروح فين؟ أنت هتروح فين فكرا؟ هتروح فين مستقبلا؟ هل في واحد فيكم هيفر من الله؟ هيخرج عن كون الله؟ هيخرج عن كونه عبد لله؟ هيخرج عن كونه محكوم بخلق الله؟ أنت عايش فين؟ على الأرض، تخرق السماء، تخرق الأرض، من أنت؟ أنت مخلوق عظيم، حركاتك كلها بترتيبه وتدبيره، ولولا أن دبر لك الحركة ما تحركت، ولولا أن دبر لك الحياة ما حيت، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون.
فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحمد لله فأنا تصفون. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. الفاسق وإن رأى كل الحقائق لن يؤمن لأنه خرج عن كونه عبد. الفسوق يا إخواننا الخروج، تقول فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها، فسق الكتكوت إذا خرج البيض. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا، كل خرج عن الحقائق اللي قالها رب العباد راح فين؟ أنهم لا يؤمنون. ثم بدأ بالتحدي، أنت تعال قل هل من شركائكم كل قوى الأرض أنتم إيه تركنوا إليهم عزيزين، وهمينكم الفلاسفة والمفكرين والإعلاميين والتوكشو وغيرهم وأساتذة الجامعات اللي توهوكم بالفلسفة وغيرها، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق؟ يعني عرفوا البدايات عشان يقدر يشرح لكم من أين جاهد الخلق ولا كيف جاهد الخلق. ثم يعيد، هل منهم واحد يستطيع أي مخلوق خلقه الخالق لو انتهى يقدر يعيده، لو مات يقدر يحييه؟ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ لما خلصت أرسل الناس أجاب عن ذاته، قال قل الله ما في حد تاني يبدأ الخلق ثم يعيده، فأنا تؤفكون. أن قلنا لها كم معنى؟ ثلاث معنى، أين ومن أين وكيف؟ من أين يأتي إفككم وافتراءكم على الله؟ وأين يأتي في أي موضوع؟ وكيف يأتي؟ وضحت؟ ثم جاءت التحدي في الحق الآن بعد، قال قل هل مش قل ولقنا بالحجة في كل كلمة، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ إلى الحق ولا للحق؟ ها إلى جاءت بإلى ولا باللام؟ طيب ما الفرق بين إلى واللام؟ يعكس إلى في اللغة تسمى الغائية، يعني الغائية ينتهي معناها ببدء ما بعدها. أقول حركت إصبعي إلى الزجاجة، وصلت فين؟ أولها. جئت من البيت إلى المسجد، أين يتم المعنى؟ على باب المسجد. لو أردت الدخول لا أقول إلى، أقول جئت من البيت للمسجد. يبقى إلى تعني الوصول، اللام تعني الاستقرار والدخول. وضحت؟ رب العباد لما تحدانا هو تحدانا بإله، فقال قل هل من شركائكم كل قوى الحق كل الخلق من يهدي إلى الحق، أي يوصلكم إلى أول طريق الحق اللي رسمه الله لعباده. ها حد يستطيع أن يوصلنا لأول هذا الطريق اللي رسم الله لنا معالمه من ألف ليائها؟ أول طريق بس. فلما خرست ألف الناس وأغنى لسان عجزهم عن لسان مقالهم، تكفل الله برد عن ذاته، قال قل الله يهدي مش إلى الحق بقى، قال للحق. يبقى مش الأول الطريق لآخر، فجاء هنا بالله منامة بإله، قل الله يهدي للحق. ثم استخرج نتيجة من هذه الحقيقة، قال أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع؟ فجاء بإله هنا ولم يأت بالله، فعزنا إيه؟ ماذا يريد؟ يود أن يبين لنا أن الله سبحانه وتعالى لو كان يهدينا فقط لأول طريق الحق لوجب اتباعه، فكيف وقد وعد أن يبلغنا آخرة؟ بل بين المعالم التي توصلنا إلى آخرة. لذا قال أفمن يهدي إلى الحق، أي إلى أول طريق الحق أحق يتبع، أما لا يهدي إلا أن يهدى. ما معنى لا يهدي إلا يهدى؟ ده وصف لكل البشرية. ها
فكل البشرية ليس فيهم أحد إلا يهدي إلا أن يهدى، يعني لا يملك الهداية لنفسه إلا إذ هدى الله. الذي لا يملك الهداية لنفسه يملكها لغيره؟ وانت حافظين القاعدة، فاقد الشيء إيه؟ لا يعطيه. واحد لا يملك الهداية لنفسه يملكها لغيره؟ طبعا شبابنا الصغيرين لو واحد فيهم شاف له عروسة كده إيه يعني عجبته ودخلت في دماغه، ها حتى لو كانت عفريتة بس هو حبها. كل واحد ورزقه. اللي قلبه خالي ومحبش وما محتكش قبل كده بنساء، اول واحده امتص فيها تبقى دي قمر 14. ها فلذا يقول الشاعر: اتاني هواها فصادف قلبا خاليا فتمكنه. يبقى هو ماشي امتص فيها اول مره، هي اللي هتتربع جوه، هتجيب له ملكه الجمال هناك ابدا، هي دي. صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله، سرحت. فالحقائق التي تأتي في البداية أو إن وافقت قلب خالي ترك بعد واستقرت خلاص. فالشاهد يا إخواني حتى من موضوعنا، الحقائق رب العباد يسوقها حتى نصل إليها حتى نعيش بها، لكن الإنسان لوحده بإمكانياته المحدودة كيف يصل للحق؟ أبدا. هو لا يملك الهداية النفس أصلا، كيف يملكها لغيره؟ لا يملكها لغيره أبدا. لذا ختم الله آية ختام عجيب، قال: فما لكم كيف تحكمون. أوزن الأمور، أوزنها بأي ميزان، أي ميزان حق ستصل لهذه الحقيقة، أن الحق يستحيل أن يأتي من غير حق. يبقى حقائق الأشياء لا مهل الله، حقائق الأشياء لا يملك بينها إلا الله، حقائق الأشياء لا يهدي إليها إلا الله. وضحت؟ يبقى في سبيل آخر لمعرفة الحق أو إقامة الحق أو السمو بالحق غير هذا الطريق؟ لما تستعرض كل آيات القرآن الكريم تتحدث عن الحق، هذا مجالها. لذا بيّن تعالى أنه من ألطافه على عباده لما أنزل وحيه جمع فيه كل الحق الذي يحتاج إليه خلقه. ما في حقيقة نحتاجها في دنيانا أو في أخرانا إلا وجاء بيان القرآن به. لذا قال تعالى: وبالحق أنزلنا، وبالحق نزل، فجمع فيه كل الحق وجعل كل ما فيه حق. يبقى ما فيه آية تحدثت عن حقيقة والحق في غيرها، والحق في غيره. وصل المعنى ده؟ أن سأخذ المعنى أني في نسمة خبيل كثر لك أنا ممكن أوصل الحقيقة، أول معلومة تصل فيها تستقر في قلبه عن هذا الحقيقة. كم من معلومة عندنا استقرت عن الحقيقة والحقيقة غيرها، مش كده ليه؟ طيب بل قنناها، يقول لك حقيقة علمية، حقيقة علمية الماء يسير من أعلى لأسفل، مش كده ولا إيه؟ درستوها ولا لأ؟ لو حطينا الماء على الأرض في مكان مرتفع هتحصل إيه؟ هتنزل. طيب الكرة الأرضية كم مساحة الماء فيها؟ 79%. اليابسة بكاملها 21%. كل كرات الأرض، كل قارات الأرض انحصرت في خمس مساحة الكرة الأرضية. طيب اليابسة أعلى الأرض ولا منتشرة على كل الأرض؟ ها منتشرة على كل الأرض. طيب
الأرض بتدور، يا ترى في كل الأوقات مع دورانها اليابسة عليها ولا بتتقلب في كل الدوران؟ مرة تيجي فوق، مرة تيجي في الجنب، مرة تيجي تحت. طب بالله عليكم، لو اليابسة في منطقة منخفضة والمية في مكان مرتفع، ده 79% محطات البحار. لماذا لم يسير ماء البحار والمحطات اللي أعلى هذه اليابسة في غط اليابسة؟ مش يمشي من أعلى لأسفل؟ سلامات. ها؟ أنت نفسك لو نظرت للبحر، انظر نظرك الداخلي، تجد لو نظرت لعمق البحر تجد آخر نقطة عندها عينك مرتفع جدا عن مكان توقف فيه، واخد نفس الشكل ده تدور الأرض. اللي أمامك من البحر وبتحت رجليك الشاطئ هتجد أخفض مكان، وفعلا ده حقيقة. الماء العالي اللي في الداخل ده لماذا لم يطغى على الشاطئ فيغرقها؟ من ثبته؟ من تولى إدارته؟ من دبر أمر؟ ها؟ طيب درسنا قاعدة تانية، إن الجاذبية لو أي مخلوق طلع في الأرض، الأرض تجذبه لتحت. لتحت ولا فوق؟ ها؟ لتحت. طيب وإحنا طبعا لما نغلب في أي حاجة نقول لك الجاذبية. اي حاجه تتوهنا ونلاقي فيها حركه كده سريعه ولا لا، في جاذبيه. طب ايه الجاذبيه؟ ايه تفسيرها العلمي؟ سلامات، مش عايز اوسع معاكم كتير، لكن خلاصه الخبر، الكره الارضيه احنا كلنا منتشرين على اليابسه، بل ما نشغلهم اليابسه نسبه ضعيفه جدا، قليله جدا، اغلب اليابسه صحار وجبال وغابات، المدن قليله. منتشر كل على اليابسة، اليابسة كلها أعلى الأرض ولا منتشر على الأرض؟ طيب إذا كانت الأرض كروية وناس هنا وناس هنا وناس هنا، يبقى إحنا أعلى الأرض والجاذبية أخدها من فوق لتحت ولا في الجنب؟ تخيل لو ربنا كرمك كده وطلعت بمركبة فضائية وخرجت خارج الكرة الأرضية ونظرت بمنظار معظم على الأرض، هتجد ناس ماشية رجلها لتحت ورأسها لفوق، وناس ماشية في الجنب رجلها في الجنب ورأسها في الجنب تاني، وناس في أسفل الأرض رجليهم لأعلى ورأسهم لتحت. طب الجاذبية بتطلع لفوق وتنزل تحت. سلامات. طيب أنت نفسك تقدر تتخيل نفسك أنك ماشي رجليك اللي فوق ورأسك لتحت؟ لو تخيلت نفسك هذا التخيل تستطيع المشي والحركة؟ ماشي. هو الكرة لو انت حطيت كرة مثلا وحطيتها بحبل كبير وابتديت تلفها، هيفضل كل حاجة ثابتة عليها عشان هي دخلت. ما انا عارف الحق يا مولانا وربنا مثبتنا عليها، هتسميها قوه الطرد، هتسميها قوه الجاذبيه، خلاص اللي ثبتنا عليها رب العباد. لكن انا بسال دلوقتي، انت نفسك اللي تخيل نفسك انك انت ماشي رجليك العار وراسك الاسفل، رجليك في جنب وراسك في جنب، تعريف الاسفل يا مولانا. انا عشان اوصل بس الحقيقه عندي، الطاف الله علينا ان جعل كل شيء بميزان. قال تعالى في كل ما أودت في الأرض، قل من كل شيء موزون. عشان تستطيع أن تحيا وتتقلب بك الأرض وتطلع بك وتنزل، رب العباد أضعف بصرك، جعل أخرك في الرؤية 4-5 كيلو عشان لا ترى حركة الأرض. الجزء اللي أنت بتراه ده تراه ثابت لا تحرك، وتراه تحتك لا فوقك. في أي مكان في الأرض وقفت في أسفلها في جنبها هو تحتك. وصلت؟ لو أمد الله في بصرك ورأيت أطراف الكرة الأرضية بتدور، لقيت نفسك بتلف تبقى فوق وتحت،
تعرف تعيش؟ هيجي لك دورة هتقع تموت. إذن القضية أخواننا مش قضية حقيقة علمية، القضية حقيقة ما قدر الله في الخلق من أقدار ومن تدبير، من يعلمه غيره؟ إحنا فين وفين لما نكتشف حقيقة من دول؟ فين وفين؟ بعد ملايين السنين، بعد ملايين السنين. كل البشر اللي عاشوا قبلك عاشوا جنات الحقائق، لكن الخالق من رحمته بنا وعلمه بعجزنا وجهلنا جمع لنا الحقائق في كتاب أنزله على صفة الرسل، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فاختصر علينا يعني زمان في البحث، بل أعمار تفنى في البحث، ونتيجة بحثها بعد ملايين السنين محدودة جدا. إحنا للآن ما زلنا كل يوم بنكتشف الجديد في الخلق، ولا خلاص اكتشفنا كل خلق؟ ها؟ الإنسان نفسه داخل الإنسان، كل يوم تسمع أن علماء الطب اكتشفوا معلومة جديدة مش عارف في البنكرياس، معلومة جديدة مش عارف في عضو إيه كده، ما زلنا نكتشف. اكتشافنا الجديد أليس خير دليل على طول جهلنا وجهل البشرية معنا؟ رحم الله العقلاء، رحم الله ابن الشافعي، الناس بتفهم. يقول كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. كلما أتعلم علم جديد أعرف أن أنا البعيد طول عمر جهل. وصلت؟ تعلمك الجديد واعتباره جديد خير دليل على جهلك. وصلت؟ الإنسان إذا كان جهول مش حتى جاهل، لو قلت جاهل تبقى مدحته، لكن الله حين منعته قال إنا عرضنا السماء الأمانة على السماوات والأرض، الأمانة الوحي على السماوات والأرض والجبال، فأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان إيه؟ إيه معنى ظلوما جهولا؟ خلينا في العلم، احنا جهول ده خاصة بالعلم. ها جهول، جهول صيغة مبالغة خل على فهم. صيغة المبالغة عندنا خمسة، إن ذكرت واحدة عنت الخمسة، ظلوم يبقى ظلوم وظلام وظليم وظلم ومظلام، جهول وجهال وجهيل وجهل وأبو جهل كمان، حتى وإن لقبته أبو الحكم، أبو جهل لقب أبو الحكم، فكم من أبي جهل فينا لقبناه أبو الحكم؟ هو في النهاية ندرك من أين يأتي الحق إن لم يأتي من الله. الآن هذا موضوع، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي الحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون؟ وما يتبع أكثرهم أكثر خلق إلا ظن، إن الظن لا يكون محق شيئا، إن الله عليم ما فعلون. ها ومن أظلم ممن افترى الله كذبا أو كذباته إنه لا يفلح المجرمون إلى آخر الآيات. أنا بس بتكلم إيه عشان ما طولش عليكم كثير من ذلك. الآيات مدارها كله حول هذا المعنى، أن الحق لا يأتي إلا بالحق، ولا طريق للوصول الحق أقصر من طريق الحق، ولا سلامة لأحد في البحث عن الحق إلا من خلال كلام الحق. قضية محسومة، قضية منتهية. فهل من راشد إن أراد البحث عن الحق عكف على كلام الحق ليستخرج منه كل الحق؟ إحنا ما زلنا أدمغتنا في فين؟ ولك في البحث. طب هتبحث توصل ليه؟ ها؟ كم من معلومة وصلنا لها وقلنا نظرية وحقيقة وبعدين يطلع أن يكذبها؟ حصل ما حصلش وما زال ولك حقيقة وحقيقة علمية، ويطلع واحد بقى إيه وعمل لها ترويج ودعاية وإعلام وزف، وفي الآخر نكتشف أنها ليست الحقيقة. عدنا كم سنة شركات الزيت أو الزيوت عايزين نرد الزيوت بهدر ده، عملوا أفلام على أن السمنة البلدي دي
أضر الضر. ربنا يخلق خلق لنا ويقول يخرجوا يعني هولبس. وإن لكم في العام عبرة نسقيكم مما في بطونها لبنا خالصا سائغا للشاربين. لبن سمى خالص سائغ للشاربين. السمنة جزء منه. عملناها أضر الضر. وبعد طول بحث لما ضعفت هذه الشركات وربحت مليارات من الخلق ونشرت ثقافة الزيوت وقدمتها على السمن، الآن نرجع أقول لك آه ده أورجانيك. أورجانيك اللي عايز أورجانيك يبقى يشتري السمنة البلدي. السمنة البلدي أسعارها تبقى أضعاف السمنة المهدرجة. أورجانيك سلامات وغيرها. أنت إحنا عايشين في نهر مزنة وفرحة يا فرحتي بالمنظر. أنا كنت في أمريكا ما شاء الله الورد ورد شكل الورد بالبلد بتاعنا الورد قد كده وما فيها رائحة. حتة وردة بتاعتنا قد كده هو توديها ورا الشمس مش كده ليه؟ ها؟ التفاح تلاقي التفاح قد كده. مش عارف كل ده هندسة ولا شيء. الخوخ الخوخ قد التفاح ولون يعني احمر دائخ حاجه تبهر. وفي الاخر ولا حاجه تاكلها تحس اكثر الياف الياف. والله اخواننا حصل معي موقف. كنا في امريكا انا والشيخ محمد عبد واخدين شنطه واخوه مصرين بقى يحلوا لنا انتوا اليومين دول ما فيش مانجا كان زي الان كده هنجيب لكم مانجا مكسيكي. جايبين مانجا قد كده الحمام ولون اصفر واحمر برتقالي حاجه تفتح النفس. وضعنا المانجا واحنا مشغولين المحاضره 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 12 يوم ما خرج المانجا رائحه. قلت لهم يا اخوانا مانجا انتوا جميله دي ده احنا المانجا البلد عندنا قد كده ولا الفص قد كده. طب حطها في البيت كده يومين ثلاثه ما تعرفش تدخل شقه بالريحه. فقلت له يا فضل الشيخ قال له استنى هجربها. شلت الزر اشم فيها مفيش ريحه. قلت له نقطعها شعرت انها الياف متعصبه منك مش منك ابدا. لا تقارن بالمانجا بتاعتنا مصر صغير البلد حتى مش الحاجات الفخمه العويسه ولا غيرها. ندرك القضيه مش قضيه حجم وشكل ولون وحلاوه تبهر العين. والحقيقه الغذائيه ضعيفه جدا جدا. والعيش في اللغه وفي الاخر بقولنا ال ها بقولنا الهوى وربحوا الناس ملايين وارباح ضخمه. ليه؟ خلاص احنا بدل ما هي كده ننفخها ننفخها. فنسال الله العفو والعافيه. الشاهد يا اخواني الحقائق حقائق شئنا ام ابينا. كيف نصل اليها هذا هو السبيل ولا سبيل اخر. لذا عقب تعالى قال ما كان لهذا الكتاب أن يفترى بدون الله. الحقائق اللي سيخت دي يستحيل أن تأتي من غير الله ولا تكون فارية. بعض الناس قال لك ده افتراء افتراء. طيب جمع كل المفترين يعرف يجيبوا كتاب زي القرآن. جمع مش المفترين وغير المفترين جمع الخلق أجمعين يجيبوا كتاب زيه. لذا هنا جاء التحدي بصورة واحدة فليأتوا بسورة مثله. الفأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله. بل كذبوا من لم يحيطوا بعلمه ولما أتوا بتأويله كذلك كذب الذين من قبلهم. فهل عم سؤال ربين إلى قال فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله كنتم صالحين. هذا كل قوى الأرض يعرفوا ألفوا لنا سورة واحدة فيها حقائق كالحقائق اللي تساقها الحق في كتابه. طبعا الكلام في التحدي في أن السور حوت حقائق لا حوت عبارات وجمل. مجرد يقول لك مجرد جمل والناس فهمها كده
ويطلع لك واحد زي مسلم الكذاب يألف قرآن ها؟ ويطلع أوباما كنت عايشين أمام أوباما ألف قرآن وسمى الفرقان وطلعت وسائل التواصل الفرقان 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 وخلاص أوباما جاب لنا كتاب يعادل القرآن والشباب يسألون يا عم الشيخ إيه رأيك في الفرقان؟ رأيك في القرآن؟ جنيت ولا أين فرقان أوباما؟ ها؟ راح الزبالة أين قرآن مسيلمة كذاب؟ ففهم منها جمل هيركبها يجي على نسخ القرآن ألف جمل إن أعطيناك كوثر يقولوا إن أعطيناك الكسرة الكسرة عن نخبة العيش الصغير فصلي لربك وانتشها ده قرآن ولا كلام جعان الله يرحم الشيخ كشك واحد يقول لي مولانا في حديث بيقول من أكل الملوخية من زفر فكفر قال لا ابني ده رواه ابن مرجوع رواه ابن مرجوع ندرك كل تأليف مسيلمة كانت على النسخ والزارية زروة عايز ينسخ على أشياء يقول لك آه والبازرات بذرة فالزارعات زرعة فالجانيات جنية فالحاصدات حصدة فالدارسات درسة فالطاحنات طحنة فالخبزات خبزة فالعجنات عجنة ده قرآن مسيلم إخوانا ما الذي دهانا القرآن موجود وتحدانا بسورة فيها شيء من الحقائق التي ذكرت أصغر سورة في القرآن تحدى بها لأن فيها من الحقائق ما لا طاقة البشر عليه ما لا طاقة الإنسان عليه ولن يهدي للحق الذي فيها أحد غيره وده موضع التحدي مش فقط في مجرد جملة تركبها وتنظمها على نسخ القرآن أبدا الكلام ده كلام الجهلة الذين لا قرأوا القرآن ولا عرفوا القرآن كما قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه لا علموه ولا عرفوه وادعوا كل سور الافتراءات عليه فمن أين أتى الحق ها؟ ولذا يقول ومنهم من يؤمن بهم من لم يؤمن وربك على المفسدين فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عليكم أنتم برئون ما عملوا أنهم برئون تعملون ها؟ ومنهم من يستمعون إليك عشان يوصل حاجة ثم قال أفأنت تسمع الصم وهنا لفتة مهمة جدا قد منهم من يسمعون ويستمعون إيه الفرق بين يسمعون ويستمعون قاعدة في اللغة تقول زيادة المبنى تدل زيادة المعنى يستمع عدد حروف أكثر فيها تاء زيادة أن يسمع إذن معناها أوسع فيسمع بأذنه يستمع بكل طاقاته فالاستماع قمة السماع ورب يبدو صرح يقول ومنهم من يستمعون إليك يعني بلغوا في الاستماع غاية السمع ومع هذه الغاية التي بلغوها ما استوعبوا مما سمعوه شيء ليه؟ لأن الأذن شغالة والقلب مطموس مغلف مطبوع عليه كيف يصل إليه المسموع حتى يميزه لذا قال ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون يبقى اللي صم قلبه كيف يعقل كيف يعقل كيف يميز الحق الباطل وأغلب الباحثين عن الحق بعيدا عن كلام الحق هذا سمتهم يسمع معلومة ويستمع لكن قلبه فين مغلف سيصح حقه ازاي لو فكر قلبه وصح عقله لوصل إلى أنه الحق من الحق ولا سبيل آخر ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا لما أنزل حقائق في وحيه وجمع عن خلقه في كتابه ما ظلم أحد لكن ظلم الإنسان نفسه ببعده عن كلام ربه واعتماده على نفسه دون ربه النتيجة ضل لا يضر إلى نفسه
لا ضر لنفسه، إن الله لا يضر نفسه شيئا، ولكن الناس أنفسهم يضرون. ويما يحشرهم ضاعت أعمارهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة النهار. يبقى كل من ضل عن الحق يوم القيامة سيعرف أن عمره كله ساعة، ما يسويش حتى يوم. وذلك كله يسأل هذا السؤال القيامة، قال كم لبستم في الأرض عدد سنين؟ قالوا كل البشر لبسنا يوما أو بعض يوم. ده مين اللي قالوا؟ اللي أذن لهم بالكلام اللي بيفهمه. قال لبسنا يوما أو بعض يوم، من يقول لبست يوم؟ اللي استفاد بحياته كلها في طاعة ربي في لزوم الحق يقول لبست يوم. لذا عبر تعرف آخر فقال إذ يقول أمثلهم طريقة إلا لبستم اليوم. يبقى أحسن طريقة اللي استفادوا بالحق وعمل به يقول لبسنا يوم، اللي ضيع جزء من أعمارهم يقول لبسنا بعض اليوم، كأنهم يوم ربنا لم يلبسوا إلا عشية أو ضحى، يا أول نار يا آخر نار. المجرم اللي ضيع عمره، طبعا ضيع جزء من عمره يقول لبس يوم بعض اليوم، اللي ضيع عمره يأتي من القيامة يقسم إن عمره ما كان ساعة. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وهنا يقول يوم يرونها كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعرفون بينهم، ساعة من النهار. إلا هذه نهايته، إلى متى عن الحق يغفل؟ إلى متى عن الحق يعرض؟ إلى متى بالحق يكذب دون أن يقرأه أو يفهمه؟ بل كذبوا ما لم يحيطوا بعلمه، ما علموه. ولذلك في الآية أخرى يقول أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بعلمه، ما فكرتم أن تكلف أنفسكم تدرس هذا الكتاب حتى دراسه تفهموه تعرف ما فيه. رب العباد يقول لك هذه رسالة مني جمعت لك في الحق، لا تفكر أن تقرأها بوعي مرة بفهم مرة، لو فهمت يقين لتغيرت، ولعلمت يقينا أن الحق لا يأتي إلا بالحق، وأن الحق قد جمعه لنا الحق في كتابه. وضحت هذه الحقيقة، الوقت انتهى والآيات، بس أحببت إيه أن أجمعها على هذه العجالة حتى نعرف هذه القضية الكبيرة جدا في حياتنا. إذن لا سبيل إلى الحق إلا من الحق، وقل الحق ربكم، ولا سلامة لأحد بدون الحق الذي جاء من الحق، والحق جمعه لنا حق في كتابه ولا حق في غيره، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وصلت الرسالة؟ كل دي قضايا متعلقة بالحق، متى نعرفها، متى نعيها، متى نسعى إليها سعيها، متى نقيمها في حياتنا. اللي علم هذا يضيع ساعات عمره في بحث عن حقيقة قد تأخذ من عمره عمره كله ولا يصل فيها لشيء، ولا يعكف على الحق ليصل للحقائق بأقصر طريق. وذلك أخواننا حتى الصحابة منطلقهم في البحث المادي كان الكتاب، آية توجه الحقيقة يعكف عليه، زي قصة الزباب لما قالوا يسلبهم زبوا شيئا عكفوا، طب ليه قال يسلبهم؟ بحثوا عرف قصة الذباب والأمعاء راحت فين وجت منين والأغودة فين، كل هذه قضايا كان منشأها الوحي. احنا عكسنا المسألة، عايزين نبحث عن حق ويا سلام نبقى يعني ايه، لو عندنا ذرة الدين لو وصلنا لحقيقة أقرها القرآن نهلل ياه اكتشفنا، والإعجاز القرآني والإعجاز العلم القرآن ان احنا اكتشفنا حقيقة جاء بالقرآن، دي خيابة منا، لأن الحقيقة موجودة في القرآن قبل اكتشافها. ولو أننا فهمنا القرآن وصلنا إليه. وضحت؟ إذا ندرك هذا المعنى الخطير يا إخواني. إذا مطلوب منا على الأقل العكوف على هذا الكتاب لنصل لهذه الحقائق التي أراد رب العباد أن يبلغنا إياها ويبلغنا إياها. وضحت؟ أكتفي بهذا القدر على هذه الآية اليوم. جزاكم الله خيرا لاستماعكم، والحمد لله رب العالمين، وأسأل الله تعالى أن يرينا وإياكم الحق حقا وارزقنا اتباعه.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل الحق يلتبس علينا فضل، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك، واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم انصر دينك ومن نصر دينك، اللهم انصر عبادك في أرض الرباط يا رب العالمين. اللهم ارمي برميهم، اللهم سدد رمية الرمين منهم، اللهم كسر رمين منهم المسلمين، اللهم أيدهم بروح القدس من عندك، وأيدهم بجند ملائكتك، وأيدهم بجند من عندك. اللهم اربط على قلوبهم، انزل سكينتك عليهم، اللهم ثبت أقدامهم عند اللقاء، اللهم ألهمهم الصبر واليقين، اللهم قوي شوكتهم وقوي عدتهم، اللهم أنزل سكينتك عليهم، اللهم ألزم قلوبنا وإياهم وسائر المسلمين التقوى، واجعلنا حقا يا ولاه. اللهم احق دماء إخواننا رب العالمين المستضعفين في أرض الرباط وغيرهم من المسلمين، احق دماءنا، دوج جرحانا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، تقبل شهداءنا، اللهم فك أسر المأسورين المعتقلين، رب اربط على قلوبهم أهلنا وذويهم أجمعين. اللهم آوي عبادك المشردين إليك، إواء الكرم عليك. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، ظمأ فروهم، خائفين فأمنهم. اللهم أمنهم في سربهم وعرضهم وديارهم وأوطانهم وأهليهم. اللهم احفظنا إياهم من بين أيدينا ومن خلفنا، عن أيماننا عن شمائلنا من فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عليك بالكفرة الذين صدون عن سبيلك وقتل أولئك، عليك بهم ومن شايعهم ومن نصرهم. اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم وخرب عليهم ديارهم، واجعل اللهم دائرتك عليهم، اللهم اطمس على أموالهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم ألقي الرعب في قلوبهم، اللهم فل حد سلاحهم، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم من خلفهم عبرة وآية. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن قوم المجرمين، اللهم طهر منهم البلاد وأنقذ منهم عباد، رب احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم على أرض العباد أرض المسلمين أحدا. اللهم ارفع عنا وعن أمة المسلمين العذاب، اللهم اكشف عنا العذاب، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت عن نفسك. اللهم استخدمنا والمسلمين والمسلمات ولا تستبدلنا، اجعلنا وأولادنا وبناتنا ونساءنا المسلمين والمسلمات إلى الحق من جندك المخلصين. اللهم اجعلنا من جندك المخلصين، اللهم اجعلنا من جندك المخلصين المخلصين. اللهم اصنعنا على عينك، واصطنعنا لنفسك، واستخدمنا في مرضيك عنا، استخدمنا ولا تستبدلنا. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقا بعدي معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة لك رضا إلا قضيتها ويسرتها، برحمتك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.